أهلا وسهلا يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سنتكلم باللغة العربية عن اللغة العربية. إذا كنتم من بين الذين يدرسون اللغة العربية، ربما تساءلتم من قبل، هل لازم أتعلم اللغة العربية الفصحى أو لازم أدرس لهجة لهجة فصحى لهجة فصحى 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 لهجة فصحى لهجة فصحى؟ صراحة أعتقد أن هذا أكثر سؤال مطروح من بين الذين يدرسون اللغة العربية، خصوصا المبتدئين، وقد تهتمون برأيي في هذا الموضوع، ولكن من أجل ألا تشعروا بالملل أو كما يقولون في الحجاز طفش طفش طفش، سنحاول أن نجعل هذا الفيديو مشوق بعض الشيء. في ناس كثر يقولون إن ما فائدة في تعلم اللغة العربية الفصحى؟ صحيح، اللغة العربية الفصحى لا تستخدم في الحياة اليومية خارج الأخبار والحديث الأكاديمي، ولكن هل أهمية لغة ما تقتصر على السياق الذي تستخدم فيه؟ وهل يمكن أن نقول فعلا إن اللغة العربية الفصحى لا تستخدم؟ اللهجات اشتقت من اللغة العربية الفصحى، هذا يعني أن الأسلوب الفصيح يمثل أساس اللغة العامية والعكس ليس صحيحا. بالنسبة لي أفضل البدء بتعلم الأسلوب الفصيح الذي يعتبر أم كل اللهجات. لما تعلمت الأساس أو القواعد الأساسية، لا أصبحت أكثر قادرا على استيعاب خصوصيات اللهجات وكيف تبتعد عن قواعد الفصحى. طبعا رغم أن اللهجات اشتقت من اللغة العربية الفصحى، في اللهجات كلمات كثيرة غير عربية، مثلا كلمة فرنسية، إسبانية، إنجليزية إلى آخره، ولكن الكلمات الأجنبية أقل بكثير من المصطلحات التي جاءت من اللغة العربية الفصحى. وأيضا تعلم اللغة العربية الفصحى تعمل كباب إلى علم التأثير. بالنسبة لي مهما كانت اللغة، علم التأثير جدا مهم، يساعدك على فهم التاريخ وأيضا هوية هذه اللغة. مثلا استمعت إلى بودكاست، وهذا البودكاست هو مقابلة أجريت في استوديو الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. عجيب ليس كذلك؟ في يوم عالمي للغة العربية. What? 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 ويقال إن الكلمات أو المصطلحات المتصلة بجذر واحد بالعادة لها معنى متشابه. فنحن نتكلم عن الجيم والنون، الجنين، الجنة، الجن، وكلها تدل على الاستدار والاختفاء. بالنسبة لي هذه عناصر جدا مهمة مهما كانت اللغة، وعدم اتقان اللغة العربية الفصحى تجعلك بعيدا كل البعد عن عالم مليء بكنوز المعرفة. صراحة هذه هي المقابلة جدا مثيرة للاهتمام، وأنصحكم بالاستماع إليها. رغم أن اللغة العربية الفصحى لا تستخدم في الحياة اليومية، إلا أنها مفهومة على نطاق واسع. هناك بعض الناس الذين يقولون العكس، ولكن بالعادة الرسوم المتحركة مدبلجة بالأسلوب الفصيح، وعشان كذا معظم الناس يستطيعون فهم الأسلوب الفصيح حتى ولو ردوا باللهجة. هذا يعني أنك حتى ولو لم تستطيع الكلام باللهجة ما، وهذا شيء طبيعي جدا حتى من بين العرب، فستستطيع أن تتدبر أمرك. يعتبر معظم العرب أن استخدام الأسلوب الفصيح نوع من التكابر، فقدر الاستطاع يفضل تجنب إعطاء هذا الانطباع، ومن أجل ذلك يفضل تكييف كلامك حسب الإطار. أنا مثلا أستخدم المصطلحات الأكثر انتشارا في لهجة الشخص الذي أكلمه، وإذا كنت أعرف الاختلافات المحلية الرئيسية للكلمة الرابطة مثلا سأستخدمها أيضا. يسهل هذا التواصل مع العرب كثيرا، ولن ينظرون إليك وكأنك للتو خرجت من كرتون. إذا كنت ترغب في قراءة نصوص، روايات، مقالات باللغة العربية، لازم تدرس اللغة العربية الفصحى. صحيح أن غالبا ما العرب يستخدمون اللهجات عند مراسلة بعضهم البعض، ومع ذلك ما زال استخدام اللهجات في الكتابة نادرا.
القراءة والكتابة هما من الكفاءة اللغوية الأساسية، وإذا كنت تريد إتقان اللغة العربية لازم تدرس اللغة العربية الفصحى. نجيب محفوظ الذي هو الكاتب العربي الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل للأدب كان يكتب حتى الحوارات باللغة العربية الفصحى. أخيراً وليس آخراً، التحدث والاستماع من بين الكفاءة اللغوية الأساسية، وعشان كذا يتعين تدريب الأذن على فهم اللهجات. وطبعاً في أي لهجة هناك أيضاً أساليب، هذا يعني أن حسب الموضوع، المصطلحات المستخدمة، حسب الأسلوب، المحتمل أن تفهم كل شيء أو لا شيء، ولكن هذا شيء جدا طبيعي حتى بالنسبة للعرب أنفسهم. أضرب بمثال: بالعادة لا أستمع إلى الأغاني العربية لأن استخدام كلمة حبيبي كل ثانية شيء لا يطاق بالنسبة لي، يعني حبيبي هنا حبيبي هناك، أه أه أه. ولكن أحب أغاني الفنان الفلسطيني بكسام، ولما تستمع إلى أغنية مبدهون هل يمكن فعلا أن تقول إن هذه اللغة ليست مفهومة؟ يوما ما سألت أحد الأصدقاء وهو من العراق أن يترجم إلى اللغة العربية الفصحى بعض الكلمات التي لم أكن أفهمها، ولكن حتى هو الذي ناطق أصلا باللغة العربية لم يكن متأكدا 100% من المعنى. باختصار، تعلموا اللغة العربية الفصحى أولاً من أجل بناء أساس متين، وحاولوا توسيع المعجم الخاص بكم لتتمكنوا من تحديد صلة بين كلمة لهجة وكلمة فصحى، وطبعاً دربوا الأذن لاستيعاب الكلمات الأساسية للهجات. البعض منكم طلبوا مني تقديم بعض الكتب باللغة العربية الفصحى التي أراها ربما مناسبة لمتعلمي هذه اللغة، سأقوم بذلك في فيديو آخر. شكرا جزيلا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وسأراكم في الفيديو المقبل إذا سمحت الحياة بذلك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.